أذكر أنه حتى في بداية الثورة أعتقد دكتور مرزوقي لما طرح الملف الإعلام برشا منصات إعلامية تهكمت عليه. معركة يعني كان عنده فكر يعني تقدمي واعي بالمسألة هذه. الآن سي حافظ هذا مثال حي على جيل واعي كما يقولوا مدونين في فيسبوك الآن يتبعوا فينا. هذا انطلق بالرغم مش مختص ولكن يخوض حرب حقيقية. أين المسؤولين؟ سيطرة المافيا الآن اللي تحب تبقى مجرد كمبرادور بتاع وسطاء ممثلين بتاع الشركات الدولية عبر القارات في حين تنتهك سيادتنا الوطنية وسيادة أمن الغذائي. هذا هو للأسف صحيح. دكتور مرزوقي كان سباق لإثارة برشا مواضيع تمس بالسيادة الوطنية، منها البذور ومنها مشكلة البحار ومنها الصحة العمومية وإلى آخره. اللي نحب أن نقوله في الحكاية هذه أنه ساعة التمشي نتاع سي حافظ هو تمشي علمي، لأنه قاعد يتبع في المتغيرات اللي هي مرتبطة بالحكاية هذه نتاع البذور والزرع نتاعها وكذا، حسب المناخ، حسب نوعية البذور، حسب الماء قداش يسقيها وقداش ما يسقيهاش، وهو قاعد يحصل على النتائج. وهذا تمشي علمي. تقول علاش الإدارة التونسية ما تقومش بالشيء هذا؟ الإدارة التونسية يعني كحكومة تونسية، لأنه في كل الإدارات كل دكتور سماري حكومات متعاقبة، حكومات متعاقبة أي كلهم همشوا الفنيين في كل وزارة لصالح البيروقراطيين، يعني كل المهندسين تم تهميشهم، الأطباء تم تهميشهم، الفنيين حتى في التربية والتعليم الناس اللي تفهم في البرامج العلمية وكذا همشوها لصالح ناس بيروقراطيين يتعاملوا مع أجانب ولا هما قومية الآخرين. قومية راهو جاي من كلمة قومي، وقومي هو موظف عند فلان، وهما قومية هذوما الاستعمار. المؤسف أن وقت تلقى مثلا مبادرات وطنية نتاع ناس كي تحب تحسن إذا كان ما لقاتش معناها تعطيل تلقى اللامبالاة، وهذا يتطلب طول نفس ويتطلب وعي. والحمد لله على حسب ما نسمع توا الوعي موجود لكن غير كافي. كنا نسمع في سي صغير بكري يقول لك هل المبادرات صحيح موجودة وثم جمعيات لكن بشيء غير كافي، لأنه ما ثماش رغبة سياسية في تحقيق الاكتفاء الغذائي. لهنا هي الكلمة. شو معناها؟ معناها راهو في كل وزارة عندنا دي كومبرادور اللي هما يعسوا باش يطولوا التوريد. وكي تعمل التوريد شو معناها؟ معناها تستورد البطالة، يعني تفضل انت الفلاح الأجنبي على الفلاح التونسي. انت علاش انت تشتري القمح باش تشريه هو بيدو؟ يشريه بالدينار التونسي. اما خير تشريه بالدينار التونسي مش بالعبدة الصعبة لكن بنفس السوق، باش تشجع عندي الفلاح التونسي. وفي نفس الشيء حتى في المنتوجات الصناعية. اما خير انت تجري مع عند ستير البترول معناها الكربيرون، نعم، تشريه المحروقات تشريها بالدينار التونسي وبنفس السوق تشري فيه من برا، ولا تستورد دي بالعمله الصعبه ومن بعد تعمل له انت دعم وده حكايه فارغه. فهمتني؟ يعني صحيح سياسات تدعو للشك والريبه. تأكيد للسياسات وتفاعل مع حلقتنا مباشر أونس تي في يقول لك المشكل ثم منظومة تشريعية، قوانين معرقلة. هذه القوانين منظومة تشريعية تخدم سميتها البيروقراطية وتقضي على الفلاح، ما تخليش الفلاح يتنفس حتى إذا وجد هذه الإرادة من الفلاحين. هو سي حافظ يسكن في المستير في بن حسان، قال لك يجور فلاحها من الشمال من وسط والجنوب هذه المبادرات، لكن الى متى تبقى في مستوى التشريع؟ راهو احنا التشريع مبني على التشريع الفرنسي، والتشريع الفرنسي حامي لمصالحه هو. وانت رئيس الدوله الاولاني نتاعك اللي حبيب بورقيبه صحح في اتفاقيه 20 مارس انه السياده الانديبوندونس دو لانتيرديبوندونس، يعني فرنسا تحافظ على مصالحها. كل ما باش تمس مصالح فرنسا ما تنجمش تقدم. وهنا هي الاشكال. وهذاك علاش انت مرهون في التعليم ومرهون في الثقافه
ومرهون في الصناعة ومرهون في الفلاحة ومرهون في النقد ومرهون في الاقتصاد ومرهون في كل المجالات. الفلاحة ربما مرهونين أكثر، ليس حتى فرنسا، الشركات الآن عابر القارات، الأدوية، شركات لكن الأدوية فرنسا أخي تو شركات عابر القارات كما دانون ما شركة فرنسية ولا بعد خطر جاوا الأمريكان، لكن هو الشركات برينسيبالمون اللي مسيطرين على تونس هو بالشركات الفرنسية والأمريكية. وفما معاملات قديمة مع إيطاليا في حكاية الزيوت وكذا، لكن احنا كما يقول السيد الصغير وانا نشاط الرأي بتاعه، ثم إصرار على تأبيد التبعية الاقتصادية في كل القطاعات. نعم سيد الصغير، كيف السبيل؟